طيب نروح لفقره برواز. طبعا برواز بالعاده نستعرض فيديو او صوره ونسمع تعليق الدكتور عليها. خلونا نشوف الصوره اللي معنا اليوم. صورتين وليست صورة واحدة. الأولى من المغرد خالد بن صالح الشثري يقول: إلى حكومة دبي، ما يحدث من استغلال لملاك الشقق من قبل شركات التشغيل من أكبر أسباب هجرة الملاك. هل يعقل شقة من 3 غرف نوم، نظافة الممرات وأربعة حراس، وأدفع سنويا 180,000 درهم، أي ما يعادل 600 درهم يوميا، وتشتكي ولا أحد يستمع؟ أنا من محبي دبي، لابد من تدخل الربان. ثانية أمامكم من ماجد الشهري مثل ما تظهر، وبنسمع تعليق الدكتور عليها. تفضل. شوف، أول شيء أنا أثق بالصديقين العزيزين خالد الشثري وماجد الشهري، وهم أناس يعني عقلاء ويزنون تغريداتهم بماء الذهب. الشيء الثاني أنه هنا لازم نعترف بتجربة دبي وحكومة دبي. سمو الأمير محمد في إحدى اللقاءات أشار إلى أنه دبي تجربة تحتذى، فإحنا لا نتحدث عن نمو دبي، نحن نتكلم عن مشكلة الملاك مع المطورين، يعني تاجر مع تاجر. وأنا أتمنى وأتمنى الأخوان أيضا في حكومة دبي وعلى رأسهم الشيخ محمد بن راشد أنهم يلتفتون لهذه ويسنون فيها قانون، بمعنى أنه المطور الآن يضع على الملاك رسوم. بعضهم يقول ممكن تدفع الرسوم خلال 5 سنين انك دفعت زي راس مالك، بل انه خالد الشثري قال انه تستاجر فندق افضل لك يعني، وطالب الربان بالتدخل. ومن هو الربان الا محمد بن راشد؟ وانا متاكد انه سمو الشيخ اذا سمع الحلقه او سمع المقطع سيتدخل. عندنا في السعوديه تجربه ممتازه قرتها وزاره الاسكان وهي اتحاد الملاك. اتمنى انه هذه التجربه تنقل الى دبي، الملاك يتحدون ويقررون، وما قرره الملاك يعتبر نافذ. المطور هذا رجل دخيل عليهم، لأن المشكلة كبيرة. أنا مجرد حبيت أعلق الجرس، هذه كلها أوراق على مشاكل العقارات، وبعضهم هدد أنه سيبيع العقار. نحن نريد دبي تنمو، لأن دبي هي الرئة الثانية للسعودية، هي وجهنا الآخر. نحن ودبي في مركب واحد، والمجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومجلس واحد، وما يؤلم دبي يؤلمنا، وما يؤلمنا يؤلم دبي. فأتمنى أن تأخذ هذه التغريدتين وتوضع ورقة عمل، وأنا متأكد أن سمو الشيخ محمد بن راشد اللي حلال للمشاكل الكبيرة سيستطيع أن يصدر أمر بسيط بحل هذه المشكلة. جميل جدا.